تاريخنا، يهزوا العباد للحبوسات على التاريخ ويحكوا على الاثار ويحكوا عليهم ب 20 سنه وب 30 سنه، وفما اللي ينفيهم في الحبس على التاريخ ما عادش يخرجوا على خاطر التاريخ. لبلادنا خرجوهم من دار بالحسن الطرابلسي هذه اللي موجوده في سكر اللي كلها اثار، وان هما مسؤولين الاثار، وان هما جماعه الاثار اللي خلاوه يهز كيما المونيمون هذوما، وان هما خلق القانون بيان سور. هذاك مش بتاعي ولا بتاعك ولا بتاع زيد ولا بتاع عمر، هذا نتاع تونس الكل، تاريخ البلاد هذا. شو يهز يعمل اللي يحب. تونس ولات شريكه نتاعهم هما، ما تدخلش عليها، ورثوها على والديهم. الشعب التونسي لتو لحد الان لحد اللحظه رغم معناه تغيير الحكومه مازال غاضب ومازال يكسر ومازال يخرب، علاش؟ سي سون دي كونسيكونس معناها دو بوكو داني، فهمت؟ مش باش بتيتخ معناها مش باش يتفسخوا في نهار ولا في نهارين. كيفاش واحد ترشق 24 سنه كومبريسيون من الغل من الهم من الهم من الهم نتاع الرئيس ونتاع الحاشيه نتاعو جماعه طرابلسي والكل احتلوها بيعوها وشروها وهما، فهمت كيفاش صوروا في الفلوس، فهمت كيفاش يهربوا في الفلوس البر. تو جماعه طرابلسي هزوا الفلوس وهزوا الدنيا كله مشاو. تو هذه بلادنا نحن نستحفظوا عليها. فهمني؟ اللي يعملوا فيه الشعب كله حاجه زايد اللي يعملوا فيه. يبي الفايده هزوهم مشاو، شو نعملوا لهم؟ ما عادش عندهم نعملوا لهم، هما عدوا علينا. مش نحن عدينا عليهم، هما عدوا علينا. ما هي عباد مغلغله من الهم ومن ما هكا ترى برسمك هكا تشوف، البر كاتبين متحف بالحسن. في بلاصه دار بالحسن متحف بالحسن طرابلسي. التخريب ليه؟ ما نحبوش احنا التخريب، احنا ضد التخريب. طيب الاخرين خلوها وهزوا الفلوس وهزوا كل شيء، خلونا فارغين، لازم نحن نستحفظوا عليها. هما تو مش يقعدوا يضحكوا علينا كي نحن نكسروا ونخربوا، هما تو برا مش يقعدوا يضحكوا علينا، كي هما كي رئيسهم كلهم. هذا مش في صالحنا الكل، فهمت؟ وبالعكس هذا معناها تو كي يتكسر معمل ولا كي تكسر اون غراند سيرفاس، شوماج. سي لو شوماج بوغ تو الموند، فهمت؟ معناها باش يزيد ياثر، هذا ياثر على حتى على الكروسونس ايكونوميك من بعد. يلزم الشعب التونسي الكل يتكاتف اليد في اليد، وهذه حكايه النهب والسرقه والحرقان يلزمها تقف، على خاطر راهو تو وتار القانون باش يرجع الفيصل بين الناس الكل، وان شاء الله ربي يهدي الجميع، وان شاء الله خويا نرجع كما كنا، خاطر كنا نقولوا بلد الامان، الامن والامان. اليوم ما لنا في امن ولنا في امان. البارح تاسفت برشا وقت يتكلم سي محمد الغنوشي الوزير الاول السابق ويقول احنا ما عندناش الامكانيات، الفلوس الكل مشات للتنميه، وقت اللي يلزم بارتي كبيره من التنميه تمشي. اليوم رقينا كان الجيش الوطني، اليوم نقولها بكل صراحه، لا بوليسيه، رقينا الحرس الوطني ورقينا كان الجيش الوطني. يلزمنا نقفوا احنا كشعب ونطالبوا بحقوق زاد الجيش الوطني، يلزمنا نحسنوا لهم وضعياتهم، على خاطر فريمون اليوم رقينا كان الجيش معانا. حسب المشهد اللي ورانا توا، حسب رايك شكون معناه المواطن العادي، الشعب قاعد يكسر ويخرب، ولا بالحق كما وصلتنا بعض الانباء انه فما عصابات مكونه معناه من طرف الحكومه؟ والله ما نجموش نعرفوا فرانشمون، ما تنجمش تعرف، ممكن فما هكا ما تنجمش تعرف بريسيزيمون، ما تنجمش تقول بريزون. فما برشا ناس تدخل وفهمت تحسها ناقمه معناها تفش في غيثة، فهمت؟ سي تو، ما تنجمش تعرف شكون بالضبط. ويزم يرجع اعتبار للمواطن التونسي، وبشويه بشويه حتى الديمقراطيه ناخذوها بشويه بشويه. احنا راهو مش في ليله ونهار، ما عندناش عصات موسى حتى اللي باش يشد، ما عندوش عصات موسى باش نجموا دو جور لوندومان. ديمقراطية شفتوا ديمقراطية، محبين على ديمقراطية، هاي ديمقراطية، هاي ناس تنهب وتكسر وتحرق، وفما ناس مذعورة، والاخر اخر حاجة زدنا على السبيطارات. إذا باش نكسروا معناها دي بوست دومبلوا أو موان، فما ناس غدوة باش يصبحوا بطالة في لي غراند سيرفاس باغتو، فهمت؟ معناها ماهوش هذا الحل، بالعكس إذا باش نكسروا باش نعملوا باش يأثر على الاقتصاد نتاعنا، معناها باش يأثر على برشا حاجات.
دونك هذا كل نيوتيل تو يلزمنا كلنا معناها نبنيه مع بعضنا وفهمت الكل اللي معناها الدبلومي والنون دبلومي ونحاولوا نخدموا على رواحنا والناس الكل تخدم على رواحها هذا الحل اللي يجي من بعد يكون كابابلي ومولاه مسؤوليه وما يمشيش على منوال الاخرين. نرجع